نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن اختراق المنظومة الأمنية الإسرائيلية واختراق سيبراني، يعني هذا أمر يشكل تطور ويشكل تحدي ويسجل لإيران إمكانات يعني عن في هذا المجال لا يستهان بها. طبعا إسرائيل متعرضة سابقا لمثل هذه الخروقات من قبل حزب الله ومن قبل الصين ومن غيره، وأن الحرب السيبرانية هي طبعا جيل جديد من الحروب يعني سنشهد له في كل مكان. ولكن طبعا هذه الحروب تحتاج إلى إمكانات وتحتاج إلى دعم وتحتاج إلى متبنيات كثيرة لكي تتطور في أي بلد أو في أي بيئة. إن صحت إيران ويعني نجحت في هذا الخرق فهو يسجل لها، ولكن يبقى الموضوع أنه هذا هل هو رد فعل، هل هو مخطط له، هل كان الاختراق سابق؟ كل هذه الأسئلة تطرح، خصوصا انها جاءت يعني متزامنه مع خرق سجل على تشغيل محطات الوقود في ايران، وسبب ازمه سياسيه وازمه اعلاميه واجتماعيه ونفسيه في الداخل الايراني. بلا شك ايران لابد ان تحتاج لمثل هذه الحراك لتمتص تاثير صدمه توقف محطات الوقود، وبالتالي طبعا يسجل للهجومين يعني تطور كبير، والتطور الكبير طبعا له آثار على كل الواقعين. ولكن أنا أبقى أقول أن طبيعة الهجوم الذي يعني اخترق النظام الإسرائيلي هو هجوم نوعي، الهجوم الذي اخترق المحطات الوقود وتشغيلها في داخل إيران هو ليس هجوم نوعي فقط، وإنما هجوم أثر على تعبئة الشارع والإعلام وكل منظومة الوضع في داخل إيران، وبالتالي الآثار مختلفة وإن كانت الوسائل والأساليب متشابهة من حيث التعقيد والدقة والإمكانيات. طيب، إذا ما جمعنا هذا الهجوم السبراني مع الضربة اللي صارت مؤخرا على التنف التي تبين بأنها دقيقة وضربة عمق قاعدة التنف المثلث الحدودي بين العراق والأردن وسوريا، يعني ألا يوضح ذلك أيضا بأنه إيران أثبتت لفصائلها المسلحة واللي يؤيدون إيران بأن هؤلاء مقدور عليهم، مقدور على الولايات المتحدة الأمريكية ومقدور على إسرائيل، وهذول إحنا مخترقيهم وساعة الصفر ممكن أن تكون كارثية عليهم من حيث لا يعلمون، كيف ترد على ذلك؟ يعني من حيث الرؤية الإيرانية وطريقة التفكير الإيرانية، دائما إيران تحاول أن يعني يكون هدف أو حراك دائما الصدى الأولى هو الصدى الأول له هو إعلامي ونفسي وعلى الأتباع أولا، لأجل أنه يبقيهم ذوي ثقة بإمكانات إيران. فالهدف الإعلامي والنفسي هو دوما هدف كبير إيران من خلاله تعبئ الناس، ومن ثم الأهداف الأخرى على الأرض وعلى الواقع يحملها هؤلاء الأتباع الذين يعني سلموا بالإيمان بإمكانات إيران. لا، من الناحية الواقعية طبعا بالإمكان طبعا استهداف أي هدف في إسرائيل وحتى في أمريكا أو في أي مكان في الدنيا، ولكن هذا لا يغير من معادلات كثيرة، أنه زيد إمكاناتك في الدفاع مو إمكاناتك في المباغتة والهجوم. المباغتة والهجوم عملية سهلة، لكن زيد إمكاناتك في الدفاع إذا ما حصل عليك هجوم منظم وهجوم واسع، مو هجوم منطقة واحدة أو هجوم في هدف واحد.